أصيب المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان بفيروس كورونا المستجد استنادا إلى نتائج آخر مسحة طبية خضع لها صاحب 22 سنة ليغيب بذلك عن ودية فريقه أمام نظيره شامبلي التي أجريت صباح اليوم السبت. وأحيل حكيمي مباشرة إلى العزل الصحي وفقا للبروتوكول العلاجي المعتمد حسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، مشيرة إلى أن اللاعب سيغيب لفترة معينة عن الفريق الباريسي لغاية تعافيه من الفيروس التاجي. وكان المغربي قد شارك كأساسي في مباراة باريس سان جيرمان الودية أمام لومان يوم الأربعاء الفارط، حيث قدم فيها تمارين حاسمة مسجلا بذلك أول حضور بقميص وصيف الدوري الدرجة الأولى الفرنسي. يذكر أن حكيمي قد انضم إلى الكتيبة المدرب موريسو بوكيتينو في الميركاتو الصيفي الحالي بقيمة مالية بلغت 60 مليون يورو إضافة إلى 11 مليون أخرى كمتغيرات.